السلام عليكم، نتمنى تكونوا مزيانين. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هذا البسكوي، هذا الشوفان اللي كيجي مزيون بزاف. الشوفان بالتفاح كيجي كيحمق. اللي كانت بنتي كتعدلو هي صغيره، كان باقي عندها يعني 9 سنين وهي كتعدل هذا البسكوي هذا، ودائما كنكون نشاركو معكم وما كيكتبش. واليوم قلت ضروري ما نشاركو معكم. انتم كتشوفوا كيف كيجي فتيف، بحال اللي كانكم كتاكلوا ماشي البسكوي، كتاكلوا بحال شي كيكه هيدا صغيره، كيجي كيحمق ويتحضر في دقائق. دابا ما غنزيدش نطول عليكم ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. دابا غادي نبداو على بركه الله بالمقادير اللي غادي نحتاجو فيهم. الشوفان عندي 115 الغرام، ده الشوفان مهرس على هذا الشكل هذا، يعني ماشي صحيح وماشي مطحون بزاف، يعني مهرس كيف ما شاهدتوا. عندي هنايا 50 غرام من الدقيق ديال القمح، يعني طحين ديال الزرع او ارينا انتيرال. وعندي ملعقتان كبيرتان من محلى ستيفيا اللي ممكن تعوضوها ب 75 غرام ديال العسل، ولا 75 غرام من السكر البولني. انا استعملت هاد ستيفيا هذا كيف ما كتشاهدوا معايا، وانتم ممكن تحليوه باي محلى طبيعي. بالنسبه للشوفان فهو لومبالاج ديالو شريته من مركزونا. غادي نحتاج قليل من الفانيليا. غادي نحتاجو 7 غرام ديال الخميره ديال الحلويات. عندي هنايا 85 ملل من زيت الزيتون، بيضه واحده، قبصه من الملح، وغنحتاجو تفاحه واحده. بالنسبه للتفاح فانا ما كيعجبنيش بزاف، خصوصا اذا كنا قليناه في المقلات كيف ما كيقليوها في المقلات مع البغرير او مع الكريب بالقرفه، فما كيعجبنيش مره. ولكن في هذا البسكوي هذا وملي كنعملو في الكيكه فكيجي كيحمق، ديك التفاح كيرجع بحال الكريمه، بحال كانك كتاكل كريمه ماشي كتاكل التفاح، كيجي مزيون بزاف. كيف ما شاهدتوا بان في واحد الوعاء خفقت واحد البيضه، نخفقوها غير بشويه هكذا، يعني شويه ماشي بزاف. غادي نضيف عليه زيت الزيتون، يعني كل ما نضيف مكون نبقى نحرك المكونات ديالي. كيف ما شاهدتوا انني ضفت الفانيليا، دابا غادي نضيف المحلى، اي محلى كنتو استعملتو صافي. وغادي نضيفو دابا الشوفان ودقيقة القمح الملح والخميرة ديال الحلويات، وغادي نخلطو المكونات كاملين بهم مع بعضيتهم حتى نحصلو على واحد العجينة ديال البسكوي غتكون متماسكة مع بعضيتها. وفي هاد الاثناء ملي نحصلوا على هاد العجينه هادي متماسكه، عاد غادي ننتقل باش نقشر التفاحه ديالي باش ما تكحلش معايا، ونقطعها الى مربعات على هاد الشكل هذا. عاد غادي نضيفهم للبسكوي ديالنا، وغادي نحاولوا نخلطوا اولا ندخلوا هاد التفاح هذا في هاد البسكوي هذا. ممكن تقطعوا يعني طريفات ديال التفاح، ممكن تقطعهم صغارين على هيدا، يعني كيبقى الاختيار ديالكم. ممكن التفاحه ما تقشروهاش، يدعملوها بالقشر ديالها فحتى هي كتجي مزيانه. كيف ما قلت لكم بان هذا البسكوي هذا فمعتمد عندنا في الدار، يعني دائما كنعدلوه الاغلبيه كيف ما قلت لكم كتعدلو بنتي. ممكن تستغناو على التفاح نهائيا، تعملوه بلا تفاح فحتى هو كيجي مزيون. ممكن تضيفوا حتى حبيبات الشوكولاته، ولا اذا كانت عندكم ما عندكمش الحبيبات فممكن تقطعوا الشوكولا وتحاولوا تقطعوها الى طريقه صغار وتخلطوها مع هذا الخليط هذا فحتى هي كتجي مزيونه، لان حنايا كل مره وكيفاش كنعملوهم. صافي هنايا غتبللوا يدكم بالماء او بالزيت، يعني كيف ما بغيتوا. غادي نهزوا واحد الكميه كيبقى على حساب الحجم اللي بغيتوا نتوما تعدلوا به البسكوي. انا غادي نكتفي بهذا الحجم هذا. غادي نحاولوا نعملوا واحد الكويره، او غادي نشكلوا كويرات على هذا الشكل هذا، وغادي نبسطوهم ونعملوهم فوق صفيحة الفرن اللي فيها ورق الزبده كيف ما كتشاهدوا. يعني غادي نحاولوا نبسطهم، اذا جاونا كبارين نقصوا منهم، يعني كيبقى الحجم كيبقى الاختيار ديالكم انكم تعملوهم كبار او صغار. صافي غادي نبسطهم كيف ما قلت لكم على هذا الشكل هذا. صافي غادي نستمر هيدا بنفس الطريقه، يعني كل مره غادي نعمل في يدي الماء باش ما يتلصقليش العجينه في يدي. بالنسبه للعجينه كيف ما شاهدتوا ان العجينه رخوه
وكتلتصق في اليد، يعني ماشي شي عجينه قاصحه. بالنسبه لطريقه الطهي ديالهم، فاحنا غادي نحشيوهم في الفرن المسخن من قبل على 180 درجه الحراره. الحراره غادي نشعلو من الاسفل ومن الاعلى. بالنسبه للناس اللي عندهم فرن ديال الغاز، فغادي تعملوا نار متوسطه، وتقدروا تعملوا لهم النار من الاسفل، اللي يتحمروا لنا من الاسفل نعملوا لهم عود من الاعلى. كيف ما كتشاهدوا ان البسكوي جد ساهل وكيجي مزيون بزاف، يعني ملي يجي عندكم شي واحد دغيا غادي توجدوه. وهو دابا من بعد ما طاب معايا كيف ما كتشوفوا التشققات كيتشق معانا، كيجي غزال كيف ما شاهدتوا في الاول ديال الفيديو، انه فتي بزاف، يعني القوام ديالو ملي كتعطوا هذا البسكوي هذا بحال اللي كانكم كتعطوا واحد الكيكه، يعني ما كيجيش مقرمش او قاصح، كيجي فتي بزاف، كيجي كيحمق ديك التفاح اللي قلت لكم. كيجي ملي كيطيب كيجي بحال اللي كانه واحد الكريمه عملناها في البسكوي ماشي التفاح. هانتم شاهدتوا البسكوي كيف نوافتي. وبالنسبه للتفاح فانا كنعملو حتى في الكيكه، فكيجي كيحمق. سبق لي شاركت معكم عده وصفات بدون سكر بدون دقيق، بالنسبه للناس اللي ما بغياش يضغلط، يعني خاصها تحلي وما خصهاش يضغلط، فانا غادي نخلي لكم وصفات كاملين ان شاء الله في صندوق الوصف. بالنسبه لهاد الكوكيز هذا حتى هو بالشوفان، الطعم ديالو مختلف تماما على هذا اللي حضرت معكم اليوم. المقادير حتى هي مختلفه تماما، حتى هو كيجي مزيون. وحضرت معكم هذا البسكوي هذا عاود اللي كيجي مقرمش، حتى هو كيجي كيحمق كيجي مزيون بزاف. باقي الوصفات اللي غتشاهدوهم في الاخر هذا الفيديو هذا، يعني هاد الوصفات هادو كاملين اللي غتشاهدوا دابا كاملين ان شاء الله غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف، باش اللي بغى يعني يستفاد بحال هاد الحاله هذا او هاد التحليه هذه، فهي بمكونين فقط وبدون سكر. فيعني حاولت نجيب لكم بزاف الوصفات اللي يكونوا سهلين مزيونين متناول الجميع، يعني باش نحليو على راحتنا بلا ما نخافوا اننا نغلطوا او نزيدوا في الوزن. شاركت معكم هاد الكرانولا هذه من الفطور، حتى هي كتجي مزيونه بزاف. المهم انا ما غنزيدش نبقى نهضر لكم بزاف ونطول عليكم. مهم الفيديوهات كاملين اللي غتحتاجوهم بدون سكر غنخليهم لكم ان شاء الله صندوق الوصف كيف ما قلت لكم. ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم والكومنتاريات ديالكم اللي كيشجعوني اكثر، وكنشكركم بزاف على الناس اللي كيخليو لي لي كومونتير ديالهم اللي كيشاركوا معايا الوصفات ديالهم. ما تنساوش تبارطاجيو مع العائله ديالكم والاصدقاء ديالكم اللي تعم الفائده وباش يستفاد الجميع. بالنسبه لاول مره كيشاهد هذا الفيديو هذا، اذا كان عجبكم المحتوى وعجبتكم القناه، ما تنساوش الضغط على ابوني او سبسكريبير او اشتراك، وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي كنعملو. ودابا نخليكم حتى الفيديو المقبل ان شاء الله.